مرحبا بكم. حصل اليوم مساق مسح وطني 2018 الدورة العادية. We start with language, then we move to comprehension. Language A is about using the appropriate vocabulary. Filling the gaps with the appropriate words. تعمل الفراغ بالكلمة المناسبة. Total مجموع foreign اترونجي اجنبي visual شي حاجة فيجوال moral يعني عندها علاقة بالأخلاق و corporal شي حاجة عندها علاقة بالدو بادي لو كور هادي جسدي و هادي moral. My grandmother used to tell us stories that teach lessons. عندنا the keywords هنايا كلمة المفتاح عندك stories وعندك lessons. دونك عندنا الكلمة المناسبة هي moral. إذن اعتادت جدتي used to tell us stories قصص that teach moral lessons. Number two, the government encourages blank investment to create job opportunities. دونك أنا the keyword كلمة المفتاح هي investment استثمارات. دونك الاستثمارات الأجنبية foreign investment. The government encourages كيشجع الحكومة تشجع على الاستثمارات الأجنبية to create job opportunities باش يخلقوا فرص الشغل. B put the verbs in brackets in the correct tense. هنا تصرف الأفعال في le temps convenable. By this time next year عندك تشوف هنا les indicateurs temporels هما المفتاح. Morocco its second civilian satellite غيكون من هنا العام الجاي بحال هاد الوقيته العام الجاي المغرب غيكون طلق اطلق لونش غيكون لونسا ثاني قمر صناعي تاعو متعلق بالمراقبه. دونك هنا كلمه مفتاح هي باي ذيس تايم ولا باي نيكست يير تكون عندك هاي باي نيكست يير فور اكزامبل ولا ان تو ييرز تايم من هنا واحد العامين. ماشي هنا كتستعمل فيوتشر بيرفكت ماشي بحال كانت عندك نيكست نيكست يير ولا نيكست مانث ولا تومورو ولا شي حاجة ولا ان 2020 كيكون عندك دات اكزاكت اللي كتستعمل سيمبل فيوتشر بحال هادي من هنا عامين من تو ويكس تايم هادي كتستعمل فيوتشر بيرفكت. فيوتشر بيرفكت كنفورميو من ابارتي دو ويل بلاس هاف بلاس فيرب الباس بارتيسيبل ديال داك الفيرب اللي كيكون عندك. دونك هنا لا ميم شوز هنا باي ذيس تايم نيكست يير موروكو ويل غدير ويل وتزيد عليها هاف بلاس الباس بارتيسيبل ديال هاد الفيرب كتزيدو ادي دونك غتكون لونشت. هذا ريغولار فيرب تو يو فيزيت ذا لوفر ميوزيوم وين يو وير ان باريس لاست سامر. دونك هنا دو كيورد هي last summer. دونك واش هل زرت متحف اللوفر last summer. دونك هنا حيت كتكون عندك واحد لا دات اكزاكت ان ذا باست كتستعمل سيمبل باست وهنا بما انها كويستن غتستعمل ديد دائما ديد يو والفيرب يكون في الانفينيتيف حيت مسبوق بديد. Did you visit the Louvre Museum when you were in Paris last summer? C. Write the sentences beginning with the words given. تكمل هاد الجمل وتبدأ بالكلمة اللي عطاوك. Students will complete the first module in 3 weeks time. عندك students the subject. عندك هنا the verb وهنا عندك the first module the object the complement the object direct المفعول به هنا ولو بادين به the first module يعني هذه the passive voice the first module. دونك كتشوف ال verb اللي عندك هذا كم فين غتصرفه ما عندك مصرف أول في simple future إذا غتصرف passive voice كتاخد ال verb to be بحال الفرنسي كتاخد لو فيرب اتر هنا تو بي
كتصرفو في لو طون فاش مصرفو عندك هاد لو فيرب. دونك انا هذا سيمبل فيوتشر غاتكونجوغي لو تو بي في سيمبل فيوتشر. دونك دو فيرست يعني سيمبل فيوتشر هو ويل بلاس داك الفيرب كيكون في الانفينيتيف. دونك ويل بي وهذا الفيرب اللي كيكون عندك كديرو في باست بارتيسيبل ويل بي كومبليتد. دونك هذا فيرب ريغولي يعني كينتهي بإد. The first modern in 3 weeks time. هذه هي the passive voice. 2. Don't worry about the medical test. The nurse told the patient. إذا الممرضة أخبرت patient مريض. Don't worry about the medical test. لا تقلق عن نتائج الفحص الطبي. دونك هنا عندك told يعني reported speech. ريبورت سبيتش اذا كان عندك هاد الانتروداكتوري فيرب في سيمبل بريزنت يعني هاد لي فيرب اللي كان يكون هنا ما كيتغيروش. كانوا في الباس كيتغيروا غير بعض الحالات ما كيتغيروش فيها. مثلا كان عندك الامبيراتيف الامر او لا النهي بحال هاد الحاله هنا عندنا النهي دونك ما غيتغيرش هاد وري ما غتغيرش. دونك هنا شنو غتقول دو نيوز تول دو بيشنت النهي دونك غتكون فيها نات تو وري about the medical test. كون كان مثلا الامر يعني هنا the nurse told the patient هنا كان sit down. مثلا كانت عندك جملة فيها الامر sit down دونك تقول the nurse told the patient ودي تو simplement to sit down. دونك الامبيراتيف واخا يكون عندك هاد الانتروداكتوري فيرب في الباس ما تبدلوش. Number 3. Samuel came late to the party. He took the wrong road. هاد سامويل علاش came late to the party جمع الحفلة because he took the wrong road. خدا جا في طريق غلط. دونك هنا if Samuel hadn't taken the wrong road دونك هدا if هدا condition من type 3 حيت هاد الجمل هاد ليفل في الباست. دونك هنا شنو غتقول دونك هذا ايماجيناري هو راه جا معطل ما يمكنش تغييرها غير هنا كتبقى تفترض مثلا لو انه كذا وكذا هذا هي الايماجيناري راه ما غاديش تبدل هذيك النتيجه. دونك كتغدير دونك هذا الفيرب الاول هنا هذا كيكون في الباست بيرفكت هو ما راه مكونجيني ديجا وهذا هنا الفيرب اللي وهنا اللي تبعو كيكون would have إذا كانت الجملة في الأفيرماتيف لا فورم أفيرماتيف بلاس باست بارتيسيبل. دونك إذا كانت فورم نيجاتيف راه كتزيدها نات. دونك بحال هنا هذه نيجاتيف تاع هذا غتكون نيجاتيف. If someone hadn't taken the wrong road he would not have came late donc to the party. دونك هادو نجزناهم هنا في الدي. fill in the blanks with the right words from the list. تملأ الفراغ بالكلمة المناسبة من اللائحة. do you know the boy عندك دي برونون غولاتيف هو هوز ويتش هو العاقل كي كتكون تابعها فيرب هوز حتى هي العاقل ولكن ما كيكونش تابعها فيرب كيكون من وراها ناون وهاد ويتش لغير العاقل. دونك دو يو نو دو بوي هنا كنتكلمو دو بوي العاقل. دونك وون اللي ربح دو ريدين كونتيست ان يور سكول اللي ربح مسابقة ديال القراءة ان يور سكول دونك هنا نستعمل هو كي ولا كلي كانت عندنا مثلا دو يو نو دو بوي هوز باك هاز بين ستولن اللي تسقط له المحفظة ديالو كون كانت عندنا هنا مثلا باك ناون هاز بين ستولن اللي تسقط له المحفظة غنستعمل هوز باك. I often forget هنا how when where. I often forget كنسى. I put my keys. Sam told his neighbor. دونك هنا غدير where كنسى أحيانا أين كما يقع لنا جميعا. Give the correct form of the words in brackets. The manager agreed to employ Amy. دونك هنا immediate دونك غتكتبها في the correct form.
عندك الادجكتيف ديسكرايب ناون كتوصف لنا واحد الاسم ناون، وادفيرب ديسكرايب فيرب كتوصف لنا فعل بحال الحال، الصفة هي ادجكتيف، الحال ادفيرب. دونك دو مانج اجري تو امبلوي ايمي، هنا كنوصفو امبلوي ايميديتلي، ايميديتلي افتر ذا انترفيو مباشرة هذا المانجر وافق على توظيفها مباشرة بعد الانترفيو المقابلة. He later gave her employment contract for باش employment contract هذاك الكونترا دو ترافاي فور، دونك فور غتكون للإمضاء، دونك هذه متبوعة بناون، دونك سيغنيتشر سيغنيتشر. هنا فانكشن، دونك هاد فانكشن ضروري تكونوا حافظينهم، بحال اكسبريسين ويش جيفين ادفايس ابولوجايزين اكسبريسين اوبينين، باش تكون حافظ منهم امثله. كان اي جو ان اكسكورجن ويز ماي فريندز ذات وز اسكت، دونك كان اي جو كتطلب من الفا، دونك هنا واش ممكن تمشي في واحد الرحله، دونك هنا asking for permission B. If only I could go to Russia to support our team, football team. Donc هنا if only يا ليتني أستطيع، دونك هنا expressing wish تمني. You ought to think twice before changing your job. دونك هنا يجب أن ينبغي عليك أن تفكر twice مرتين for changing your job، دونك هنا قبل ما تبدل خدمتك خصك تفكر مرتين او اكثر. هنا giving advice I'm sorry I stepped in your school bag I stepped يعني عفضت على المحفظة ديالك I'm sorry، دونك هنا apologizing. دونك ننتقل ل هذا فقط للتذكير على كونديشن سنتنس تايب 3 كما شفنا كما معطينا حنا في امتحان ناو يمو تو كومبريشن. اوكي as you can see in the picture we have a car that has wings، عندنا واحد السيارة وعندها جناحين، دونك this car can fly. ومن هنا العنوان ديال title of the text flying cars، السيارات اللي كطير كذلك. dream come true حلم يتحقق. automobile 3 is a combination of plane and a car designed to drive on the road and fly through the air. دونك هاد automobile هي it's une combinaison مزيج ما بين of plane يعني منها طائرة منها سيارة designed to drive on the road كلك تسوق في الطريق and fly through the air تربية في الهواء. it can transform in seconds from a car to a plane كتحول can transform in seconds في ثواني from a car to a plane من سيارة طائرة. this invention of the Slovakian company Aeromobile to be on sale in 2017 دونك هذا الاختراع ديال شركة كومباني سلوفاكيان كومباني شركة سلوفاكيا ايروموبيل سميت ايروموبيل started to be on sale بدا البيع تاعو ابتداء من 2017. باراغراف 2 the concept of a flying car is not new هذا مفهوم الطيران ليس بجديد. the idea was popularized in the 1960s هذه الفكرة هذه راه كانت كتروج من 60 through animated cartoons من خلال لي ديسان انيمي. This concept was originally brought to life in 1989 by Slovak designer Stephen Klein. ولكن هذا الكونسيبت هذا المفهوم هذا was originally brought to life يعني جا للوجود in في هذه السنة 1989 by Slovak designer Stephen Klein. هذا ستيفن كلاين after years of testing different models بعد سنوات محاولة كيختار اختبر عدة انواع دي موديل. Klein's 20 year dream came true when he والحلم ديالو تحقق، حلم يمتد الى 20 سنه لان من 89 هو كي يدي يصمم. came true when he set فاش قام واحد بارتنرشيب واحد الشراكه
واحد انتربرونور واحد مع واحد المقاول جوراك فوكوليك زي كو فوندد دي كومباني ايروموبيل ان 2010 دونك بجوجهم اسسو كو فوندد اسسو هاد الكومباني سميتها ايروموبيل 2010. Paragraph 3. Developing the flying car has not been without difficulties. دونك هاد التطوير ديال هاد السيارة التي تطير has not been without difficulties. بل رافقته صعوبات. Automobile company faced problems in 2015. واجهتهم مشاكل when one of its prototype crashed during a test in Nitra. عندما واحد البروتوتيب واحد النموذج ديال السيارة ديالهم هذه اللي كطير كراش تحطم during the test in Nitra وما كيديروا الاختبارات تحطم لهم which Slovakia sent in the pilot to hospital with minor injuries. دونك هذا لو بيلوت يعني بعد هاد الحادثة يعني دونك مشى للمستشفى for minor with minor injuries كانوا فقط واحد جروح طفيفة. Paragraph 4. The year 2016 was a great success for Aeromobile. Donc, quand c'est un great success, it marked the introduction of the latest prototype Aeromobile 3. Donc, ils ont introduit le prototype Aeromobile 3 at an international forum in Brussels. Le forum international à Bruxelles. The vehicle uses diesel engine كانت كتستعمل محرك ديزل انجين and has wings that fold عندها أجنحة يمكن ثانيها which allows it to be parked like a car. دونك فاش بما ان هاد الأجنحة كيتسناو راه يمكن لها تباركيها كيما كتباركي السيارة كيما كتركن السيارة. Though it's nearly 6 meters long طول ديالها 6 meters it seats 2 people رغم انها طول ديالها 6 متر ولكن كي كت يمكن فقط شخصين it's two people يجلسوا فيها the pilot and the passenger دونك البيلوت هو واحد مسافر واحد فقط هو راكب واحد. The company said that the car's top speed on the road is 160 km/h يعني top speed ديالها في الطريق 160 km and 200 km while flying ولكن في الطيران 200 it can fly for 700 kilometers before running out of fuel ممكن لها تطير 700 كيلومتر before running out of fuel قبل ما يتسال لها الفيول drives او حرق المحروقات ديال drivers who can buy this luxury flying car priced دونك هذا السائق اللي يمكن له يشرو هذا الكار هذا السيارة فخمة priced between البري ديالها البري ديالها يتراوح ما بين priced price جيم price between 1.2 and 1.6 million dollars will need a pilot's license to fly it راه ماشي اي واحد يجي يسوقها خاصك pilot license يعني رخصة الطيران هذا to fly it هذا يمكن لك تطير بها. Aeromobile aims to make personal transportation more efficient and environmentally friendly. Aims to. الهدف تاعهم to make personal transportation more efficient. يعني هذا الترانسبور بيرسونيل بغاو هذا النقل الشخصي يكون more efficient. أكثر more efficient يعني أكثر ذو جدوى أكثر. Plus efficace. And environment. Environmentally friendly يعني صديق للبيئة. It helps to overcome traffic jams يعني تساعد على تغلب على traffic jams زحمة مواصلات in large areas and allow المناطق اللي كتعرف ازدحام and allow faster travel for medium distance وكذلك اللي بغي يسافر بسرعة أكبر for medium distances or in area with limited road infrastructure. Last paragraph. Stephen Klein is very positive about the project. So Stephen Klein is very positive. He is very happy, very optimistic. فرحان بهذا يعني متفائل لهذا المشروع تاعو. I'm very happy with what we have been able to achieve. أنا مسرور بما أنجزناه in such a short time with a team
اوف اونلي 12 انجينيرز، يعني واحد الفريق ديال 12 مهندس نزلنا زعما شي حاجة شورت بيريد اوف تايم، مدة قصيرة. ايرون بي 3 از نوت ذا اند اوف ذيس تشالنجين بروجكت، ليست هي النهاية فقط، اتس ذا بيجينينغ، بل البداية فور هول نيو ادفنتشر، مغامرة جديدة which may change the way we look at the personal transport in the future. Donc, he said. Comprehension. Are these statements true or false or justified? Aeromobile 3 can quickly change to a plane. واش هاد Aeromobile 3 كان quickly بسرعة تغير من السيارة to a plane، طائرة؟ True. Yeah. It can transform يعني هاد ايروموبيل in seconds from a car to a plane. دونك غتنقل هاد الجملة ديال جيستيفيكاسيون. Both جوراج فاكوليك and ستيفن كلاين set up the ايروموبيل company. True. بجوج هم ils ont established this ايروموبيل company. True. To justify هما راه كيمشيو الأسئلة متدرجين paragraph par paragraph. This concept was originally brought to life in by Slovak designer Stefan yes came through when he set partnership with an entrepreneur Jurak Vakulik. Donc هذه justification. During the test of Aeromobile 3 in 2015, the pilot was hurt in an accident. دونك خلال اختبارات فالبايلوت هذاك الربان تجرح، اصيب بجروح in an accident. True. سنتين هي Aeromobile company faced problems in 2015 when one of its prototype crashed during a test with Slovakia sending the pilot to hospital with minor injury. Sending pilot. Complete the following charts at the charts with the information from the text. Technical name of vehicle aeromobile, the price, تمن, top speed سرعة القصوى أزوكار وما هي سيارة، top speed as a plane فاش كتكون طير top speed ديالها، و ماكسيموم نون ستوب فلايت ديستنس شحال يمكن لها تسير بدون توقف بلا ما تعاود تزود بالوقت. دونك هاد لي زانفورماسيون كاملة راهم هنايا. دونك هذا ايزي كويستيون. انسر ذيس كويستيون سي وير واز ذا لايتست اير موبيل بروتوتايب انتروديوسد. دونك هنا ترجع للتكست. النوع انترودوي هنا شفنا في داك الفورم براسل هاي. It marked the introduction of the latest prototype Aeromobile 3 at an international forum in Brussels. ملتقى دولي في بروكسل. What do drivers need to fly Aeromobile 3؟ هنا شفنا خصو you need pilot's license to fly، خصك رخصة ديال الطيران. My driving license is not enough. داك رخصة السياقة ما كافياش. How does Stephen Klein feel about the future of Aeromobile project؟ كيفاش كيشعر المستقبل ديال هذا البروجيكت تاعهم؟ دونك Stephen Klein is very positive. وبيان يمكن تقول is very happy with that project. Now complete the following sentences. 12 engineers participated in. دونك هادو بحال هادو راسي لساني كتسمع 12 انجينير. دونك غترجع in the elaboration of this project. It is easy for Aeromobile 3 to be parked because علاش سهل الباركين تاعها؟ it has و folding wings. it has because it has عندها أجنحة
يمكن لها تثنيهم او بيان it falls its wings. لو بغيتي تكتب التعبير ديالهم كما هو ممكن تبدل هيا has wings, has wings that fold. أجنحة يمكن أن تقوم بثنيها. Okay. What do the underlined words in the text refer to? هذه الكلمات لماذا تشير؟ This invention, paragraph 1. This invention, yeah. This invention, paragraph 1. This invention of the Slovakian company. Okay, yeah, Aeromobile 3. Now, it, paragraph, it هذه هي it. دونك هي نرجعوا للجمله اللي قبلنا هي the year 2016. it subject كترجع للجمله اللي قبل منها وتقلب على السبجكت اللي هو في هذه الحاله هذه 2016. find the text words or phrases that mean almost the same. دونك عندنا تقلب على لي سينونيم ديال هذه الكلمات mixture. هذه خليط ان كومبينيزون يعني راحنا شفناها كومبينيشن هيا كومبينيشن عندك بروتو بورن هي هذه بروتو لايف هي بورن بورن بروتو لايف تو اكمبليش هي اكمبليغ انجاز او تو اتشيف باراجراف نمبر 6 تو اتشيف to achieve. شكرا لكم وإن نلتقي مع امتحانات أخرى وتمارين أخرى. شكرا لكم.